نحن منظمة بيور هانس الأيادي النقية في 14 من شهر شوال نقوم بتدشين دعم مخبز الخير الخيري بمديرية باجل بتمويل كريم من فاعلة الخير وبإشراف البيور هانس منظمة الأيادي النقية جزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم وكل من ساهم وتعاون ودعم في فعل الخير وفي إطعام المحتاجين والمساكين شكرا لهم جميعا وكتب الله أجرهم. شكرا جزيلا لمنظمة الأيادي النقية على الجهد اللي تبذلها من أجلنا من أجل الفقراء والمساكين والمحتاجين ولا ساعد احنا في استلام الروتي وتلبي احتياجاتنا ومتطلباتنا شكرا لهم جزاهم الله ألف خير والله يديم لهم الصحة والعافية.